تاني نصيحة، اتعلم انجليزي وحسن مستواك، وده مش اختياري، تحسين مستواك في اللغة الإنجليزية هيفرق معاك كتير. زمان كان في مشكلة إن معظمنا خريجين مدارس حكومية، وكان مدرسين الإنجليزي نفسهم والريسورسز المتاحة كانت ضعيفة وضئيلة. دلوقتي برضو بفضل التكنولوجيا الحديثة بقى متاح إنك تتعلم إنجليزي من أماكن محترمة جدا وموثوقة جدا وببلاش كمان. ليه مهم التعلم الإنجليزي؟ أولا لو حضرتك عاوز تاخد كورسات زي اللي شفناها على بروفايل الراجل في لينكد إن، لو عاوز تاخدها كورسات تكنيكال أو كورسات تفيدك في مجال شغلك أو كورسات حتى جامعية تاخدها من جامعات محترمة حول العالم أو من جهات كبيرة، هتلاقي الناس اللي بتحاضر إنجليز أو أوروبيين أو أمريكيين، فبالتالي الأكسنت بتاعتهم هتبقى صعبة عليك، فبالتالي عشان تتابع مثل هذه الكورسات عاوز تحسن مستواك في الإنجليزي. تاني حاجة، لو حضرتك عاوز منحة دراسية، لو عاوز تسافر بره بغرض الدراسة تاخد سكولرشيب، مهم جدا تاخد انجليزي. لو عاوز تاخد شهادات زي توفل او الايلتس عشان تهاجر او عشان تسافر بره حتى بغرض الشغل، انت لازم يكون معاك سيرتيفيكت ان انت مستواك في اللغة الانجليزية مستوى عالي. لو حضرتك عاوز تشتغل حتى هنا في مصر في شركة انترناشونال، لازم هيكون من الاشتراطات ان يكون مستواك كويس في الانجليزي، لانك بمنتهى البساطة في الشركات الانترناشونال هتتعامل مع اجانب. اضعف الايمان، لو انت ما لقيتش فرص خالص، انت ممكن تشتغل مدرس ساينس او مدرس ماس في مدرسه انترناشونال او تدرس لناس في مدارس انترناشونال، وده من مصادر الدخل العاليه واللي شغاله جدا اليومين دول. وبما ان عصر التكنولوجيا اتاح لنا ريسورسز كتير، ده ممكن يعمل شويه تشتت. اللي انا بنصح بيه ان حضرتك خليك محدد، يعني لو لقيت مصدر معين هو كويس في تعليم الانجليزي ركز معاه. في مصدر انا بفضله جدا وبحبه جدا هو بي بي سي ليرنينج انجلش، إذاعة بي بي سي، إذاعة لندن، الإذاعة البريطانية الشهيرة، بتعلم إنجليزي من الستينات، عاملين ويب سايت محترم جدا لتعليم اللغة الإنجليزية. يلا نبص عليه. ده شكل الويب سايت بتاع بي بي سي ليرنينج إنجليش، وممكن تعمل عليه أكاونت بحيث يحفظ لك البروجريس بتاعك، كل ما تتطور وتتنقل من مرحلة لمرحلة يسجلها لك. أنا بفضل فيه إن حضرتك تمشي بنظام الكورسات، أنت ممكن تشتغل جرامر لوحده أو فوكابولري لوحده أو برونسيشن لوحده، أو ممكن تمشي كورسز، يعني تاخد مستوى اللي هو مثلا تحت المتوسط، متوسط، فوق متوسط، وهكذا. بيبدأ أقل مستوى خالص English My Way، ده بيسموه المستوى البيزك. هتلاقي بادئ بمستوى بيجنرز جدا من الأول خالص، هو جايب ناس مش إنجليز، هنود وباكستانيين، كأنهم مش عارفين حتى يركبوا الباص، فبيشاوروا عليه ده الباص وده الباص ستيشن وهكذا. فده المستوى الابتدائي خالص أو مستوى البيجنرز. هو 14 سيشن، كل سيشن فيها تقريبا 3 اكتيفيتي. نتنقل بعد كده لاول مستوى يناسب طلبه الجامعه، اللور انترميديت. اللور انترميديت لما نفتح هنا الاوبن يونت سيليكتور، هنلاقي ان اللور انترميديت 30 يونت، وكل يونت جواها كذا سيشن. يعني احنا حاليا هو هنا واقف عند يونت واحد فيها 5 سيشن. السيشنز بتتراوح ما بين جرامر وما بين فوكابولري وما بين دراما وما بين اسئله، فبالتالي هتبقى ظريفه. ولو خلصت يونت في اسبوع ممكن تخلص اللور انترميديت والانترميديت لو ضغطت على نفسك شويه خلال سنه واحده. بعد المستوى الانترميديت هتلاقي مستواك اتحسن بنسبه كبيره جدا. الانترميديت كمان 30 يونت والابر انترميديت 30 يونت. اذا حضرتك خلصت الابر انترميديت هتلاقي مستواك اتحسن جدا جدا في اللغه الانجليزيه، لان الليفل اللي بعد كده اسمه towards advanced، وده بيصححوا فيه اللغه للنيتيفز، الناس النيتيفز في اللغة الإنجليزية ولكن ما هوش إنجليز، بيصحح أخطائهم، لأن الإنجليز معتبرين الأمريكان وغيرهم من اللي بيتكلموا لغة إنجليزية، هو يعني إيه عندهم مشاكل في النطق الصحيح للغة الإنجليزية زي ما إحنا عندنا مشاكل في نطق اللغة العربية.